عمر لعبة كويسة ولعبة ملتزمة، وخلي بالك ربنا يكرمه لأن هو من جواه طيب نضيف بلغة الكورة، يعني جواه نضيف. إن شاء الله ينجح إن شاء الله. هو بس محتاج شوية لياقة، يعني اللياقة طبعا هتزيد طبيعي، أمر طبيعي. محتاج شوية مشكلة اللي هي يعني قبل ما يفكر، قبل ما الكورة تجيله، دي أهم حاجة، دي مش عندنا في مصر خلي بالك، اللعيبة المصريين دلوقتي يفكر بعد ما الكورة تجيله. يعني أنا بصيت لك الكورة بعدين أفكر بقى ألعب لمين، لا المفروض وأنا بلعب لك الكورة أنت عارف أنت هتوديها فين، لأن هي الكورة دلوقتي كده، مفيش حاجة اللي أنت تحط كورة تحت رجلك ولسه تبص وترفع راسك هتتقطع خلاص. اللي يبقى أنت عندك رؤية قبل ما الكورة تجيلك، أنت عارف دماغك ده بتلف يمين وشمال، الكورة جايلك أنت عارف هتروح فين. خلي بالك اللي أنا بقوله ده كلام الكابتن جوهري مش كلامي، شوف بقى من كام سنة.